الإعلام، بشرونا إذا جعلان عن اللمبة السابعة، مليون السابع. قصة من أجمل القصص ذكرتها أنا، لكن أذكرها لجمالها وروعتها. والقصة دي أنا سمعتها من في قديمة في كاسيت، إيه، من أحد الدعاة أيام الأشرطة. إيه أيام الأشرطة. ثم أراد الله عز وجل أني أجتمع بهذا الرجل كبير في السن من الدعاة القدامى. أجتمع، قلت له يا شيخ فلان القصة دي ترى سمعتها في الشريط، أبي أسمع منك الحين. قال ابشر، وعطاني إياها القصة. قصة رجل، طبعا هذه القصة حصلت قبل 80 سنة 70 سنة، حصلت في نجد. رجل من أهل الحلال، أهل المال الغنى، وماله كله بعارين وحلال وتعرفون ذاك الأيام، وإلى الآن أصحاب المال تناظروا هنا ليش؟ نشوفك يا شيخ، شوف عيونكم، عيونكم هنا الحين تخلون الأصل وتناظروا في الشاشة. أحملكم حقوق على ذي، خلوكم فين هنا معاي هنا قدامكم، أنا بشحمي ولحمي. بهاج بهاج جدتك شطبات وانت نايم، أخي أنت لو طلبوا نعطيك درع للتز. حقيقة يا شيخ يعني مستانسين بوجهك هنا وهنا. كفو، طيب نكمل، فهمتوني؟ في ذاك السنة قحط وجد، صارت قطبة دمج يا شيخ. هذا المدح عبد الله، اي الله شفت، باخذ اثره ورساله. فاصيبوا بقحط جد، واهل الحلال ما يدمرهم اكثر ما يدمرهم الا ايش؟ القحط. فيتبعون الكلى، شوفون وين الامطار والخضار، روحهم بحلالهم. الله. الشاهد هذا الرجل قبل ما يسافر حضر مجلس من المجالس النافعة والذكر، سلامة بركاته، حضر مجلس فسمع ذاك الذي يحدث عن الإنفاق والبذل والعطاء، وتلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ناظر يمين يسار، ايش احب شيء عنده؟ ناقته فلانه، اي اطيب شيء عنده ناقته فلانه، ما اسمها، شالها وناظر من افقر واحد عنده، وجد انه افقر واحد عنده فلان، لا يقرب له ولا شيء، بس فقير فقر عجيب. جاء طق الباب عليه فلان سم، قال هذا هو رجل معروف بحلال وتجارته، قال هذا ايش هذه؟ قال هذه هدية لك. أتخيل واحد جه ناقة، ويمكن عاد يمكنها ما أدري معها فصيلة ولا تحلب، أنا ما راعي نوق، ما عرفت. فكان شيء عجيب، أعطاه الناقة فرح بها فرحا عظيما. الشاهد أصيبوا بالقحط والجد، إيش صار؟ أرس طلع هو وعماله يدورون العشب ويدورون، وابتعدوا يومين 3 أيام، وصلوا عند محل هناك إلا في دحل. الدحل أنا سألت عنه، يقولون شق في الأرض عميق بس ما يأتي رأسي، يجي مايل ميول البئر، ينزل إيش نزولا رأسيا، الدحل يكون فيه ميول. يقول له دحل، ودحل عميق عميق جدا، شدة من ضخامته ذا ما يشوفه تحت. قال عماله انزلوا، خافوا. الرجل في رحمة وشفقة يعني، حط القربة على ظهره ونزل يشوف، نازل عميق جدا، حط رجله على حجارة ما هي ثابتة وتزلقبه، يدح لين تدحرج، لين وصل تحت ويضرب على صخرة وانتهى. ينادون العمال، يصارخون، حاولوا ينزلون شوي، ينادون، طبعا كل ما نزلوا الدنيا مظلمة تحت، يرجعون ينزلون. قعدوا تقريبا 2 أو 3 أيام هم ينزلون يطلعون ينزلون في ذاك المحل، أيقن أن الرجل مات. رجعوا لين ديرتهم عند العياله، إيش فيه؟ والله أبوكم مات. كيف؟ قالوا كذا كذا. طلعوا العيال وراحوا للمحل الدحل ويحاولون ينزلون، بس الدحل عميق جدا جدا، ما أحد يقدر يوصل لنهايته، ويوصلون بس لين يقدروا، صارخون يصيحون. وكمان هم قعدوا 2 3 أيام
خلاص قالوا مات ثلاثة أيام من أول، ثلاثة أيام الحين وننزل ما نسمع الصراخ ولا شيء. رجعوا أعلنوا أن أبوهم مات. يومين ثلاثة أيام العزاء، بعد ثلاثة أيام اجتمعوا قالوا نقسم، نقسم الحلال. نط واحد منهم بعد ما شافوا حلالهم قال الناقة فلانة وين هي؟ إلا واحد من العلماء قال أبوكم عطى جاركم فلان. ليش يعطيه؟ هذا حلالنا وحقنا. راح المساكين ذو طقوا عليه، ايش فيه؟ قال وين الناقة فلانة؟ قال ناقة عندي. قال جبها. قال ليه؟ حقي ابوكم عطاني. قال ابونا مات، هذا حلالنا ناخذ غصب عنك. كيف مات؟ ما حد علمني ما دريت. قال مات، ايش دخلك فيه؟ قالوا علموني كيف مات، خذوها مع السلامة هذه. قال والله مات كذا 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 وفي المحل الفلاني. أعطاهم الناقة وطلع الرجال وخذ لها زاد وخذ لها وراح المحل هذا. وصل للمحل اللي وصفه، شاف إلا الدح العميق. رجع وجاب حبال، جاب مدرش، سوى الشاهد عاد على كلام الشيخ، جاب جلود قطعها ولزقها ببعض لين خلاها زي الحبال العظيمة، وحط له ماء ونزل نزل 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 لين وصل أعماق الدحل، وصل لين القاع. ظلام دامس، يسمع بس سمع إلا صوت أنين واحد يون في الظلام، يمشي وراء الصوت في الظلام، اللي حط يده على واحد متمدد، شاله شربه من المال اللي معاه شوي قطرتين، حطه على ظهره ورجع يسحب 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 لين رجع ويطلع بشق الأنفس. ثم رجع لين الديرة ولا هو متكسر من هنا رجوله متكسرة، وجاته ضربة ضرب راس مدري فين. الشاهد يعالج فيه يعالج فيه كم يوم لين رجعت صحته، لين رجع عقله، لين انتبه ورجع وفتحه. قال له الآن يا فلان 10 أيام أو أكثر لا زاد ولا ماء، ما مت كيف؟ قال له شف أنا طحت، يوم طحت على حالتي هذه قمت أزحف الأرجول متكسرة، أزحف أزحف لين وصلت للمحل اللي لقيتني فيه لا شربة ماء ولا شيء، لكن يقول وأنا في الظلام ما أدري إلا حليب ناقة توا محلوب يجيني في الظلام، يقول أشرب أشرب لين أرتوي ويروح، لا قرصني الجوع يجيني مرة ثانية. يقول هذا حالي، يقول لين انقطع عني. قال انقطع لين عيالك خذوا الناقة، انقطع عيالك خذوا الناقة. أنا أقول هالقصة عشان نعرف قيمة البذل والعطاء. أنت تتاجر مع الله عز وجل، هذه الأيام أفضل الأيام للعمل الصالح، ومن أفضل الأعمال أن تتصدق وتتقرب إلى رب العالمين بكفالة الأيتام برعاية الأرامل. أنا أعرف حرصكم وحرصتوا على أيام غير هذه الأيام، هذه الأيام لابد نزداد حرصا في البذل والعطاء والمتاجرة مع رب العالمين. امسحوا دمعة اليتيم، امسحوا دمعة اليتيم، امسحوا حزن الأرملة هذا التي فقدت زوجها والعائل، من يقمن لها إلا أنتم يا أهل البذل والعطاء. هل يتيم هذا من الذي يحنو عليه ويعطيه ويكفله إلا أنتم يا أهل البذل والعطاء. أنا قلتها ما أدري ولا ما ناسي، لكن أنا آلمني موقف شفته في أحد المقاطع، واحد بزر في 7-8 جالس في أحد الدول الأفريقية، جالس يبكي كذا ويده ذي متورمة، يده متورمة جالس يبكي يصيح من الألم، ثياب متقطعة حالته حالة ويده متورمة. ثم في نهاية المقطع إلا واحد جشاله وداه، إلا طلعت يده مكسورة، يده مكسورة، ما وجد أحد يسأل عنه، ما وجد أحد يعطف عليه، ما وجد واحد يشوف هالألم. حنا والله بس لو خشت شوكة ولا رضجت بسيطة ما نمنا ذاك الليل، هو يده مساكين متورمة من الكسر اللي فيها. طب هذا الطفل اليتيم يمكن بذيك البلاد صعب يجد، لكن حنا في بلاد الحرمين بلاد الخير والبذل والعطاء، تعودنا من الكبير فينا إلى الصغير على البذل والعطاء حتى نمسح دموع اليتامى.
أنتم وغيركم، والله أنا أعلم أنكم أحرص منا على الخير. العشر لا تخلص إلا قد ولعت اللمبات دي كلها. العشر لا تنتهي. تاجوا مع ربكم في هذه الأيام التي أحب الأيام العمل فيها لرب العالمين في هذه الأيام. الصدقة، البذل، العطاء، أروا المولى عز وجل منكم خيرا. والله القصص كثيرة والمواقف كثيرة، والتجار رأيناهم وأخبرونا بالقصص العجيبة منهم. كل من الذي قدم المليون يريد وجه الله آتاه الخلف وآتاه المضاعفة من رب العالمين. وعد من أرحم الراحمين، وعد من أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، مالك سيعود موفور منمى. أروا المولى عز وجل من أنفسكم خيرا. الليلة، الليلة اجتهدوا، الليلة من ليالي العشر اجتهدوا فيها. الآن عندكم الكاشات تطلع توقع قدامكم الآن في الشاشة الحسابات، وكما قلنا طرحنا الأفكار وطرح أولادي الأفكار من قروب العائلة لوقف الأم وهدية الأم، لعيدية وقف اليتيم، عيدية اليتيم، عيدية الأم، عيدية الأب، عيدية العائلة. أفكار كثيرة جدا، والله إذا ما استطعت بمالك تستطع بفكرتك وبجهدك أن تكون مساهما حتى يكتمل هذا الوقف، وقف اليتيم في البلد الحرام. أروا المولى عز وجل من أنفسكم خيرا. الليلة، الليلة شدوا الحيل، الليلة شدوا العزم، لا تتأخر. بعض الناس يقول لي خلاص إن شاء الله بكرة بعده، لا، الأيام دي أيام رواتب ولا لا؟ قد راحت الرواتب أيام رواتب إيه؟ لا ما تدرون أحسن. حنا الآن الرواتب استلمناها قبل 5 أيام 6 أيام، لا زال باقي فتات. قدموا، ابذلوا لأنفسكم، لكرباتكم، لمرضاكم، لحاجاتكم. تاجوا مع رب العالمين الذي يفرج الهم وينفس الكرب ويعطي على القليل الكثير ويجازي بالقليل ويضاعف أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. اجعل لك بصمة في هذا الوقف بإذن رب العالمين، قلناها ونقولها بإذن رب العالمين، مثل هذه المشاريع المباركة ستقفل، ستكتمل الخير في أمة محمد، الخير في هذه البلاد سيقفل. لكن السؤال، هل أنت ستكون ممن يكتب على أيديهم هذا الفضل العظيم؟ هل أنت وأنت ممن يكون له بصمة في هذا الخير العظيم؟ أوقاف مكة أكبر تجارة مع رب العالمين، شرف المكان، شرف العمل، وشرف الزمان، ليكن لك بصمة. أقل شيء لو بريتويت على قولتهم، لو بنشر للإعلان، لو بدعوة الناس على الخير، لو بجروبات كما قلنا أفكار عطيناكم تنشئونها، ليكن لك بصمة. كم من إنسان سيساهم وسيبذل يكتب لك أجره الدال على الخير كفاعل. أسمع منكم عيالي قبل أمشي، اللي عنده فضل صفراء الوقف، أول ما نتكلم صفراء ابشر، خلوا سفره ثم نتكلم. يكفوني بالحق يا الله يسعدك. سام يكفوني والله. تفضل. تفضل. جد فضلك يا ابو تميم. ابو مدحت. هلا؟ انا ابو مدحت. ابو محمد. ابو محمد. يا ابو محمد. لك كم شهر مقابل وجهي؟ لا والله ما ادري، سمعت ابو عبد الرحمن. ابو مدحت. ابو مدحت. ابو محمد. ابو محمد. المهم ابو محمد، ابو محمد، ابو جود، ابو عبد الرحمن، ابو عبد المحسن، ابو الحسين، ابو عبد الله، ابو عبد العزيز، سار عبد الكريم، اي واحد نمسك منهم جاهز. ونعم يا ابو، كلهم صلى الله يصلحهم شيخنا ابو محمد. انا اقول يعني الاجر مضاعف بالعشر من ذي الحجه، يعني الفرصه هذه ما تنعوض صراحه. 300 ريال ما هي شيء، عايد به لليتامى، لاخوانك، لهلك، لابوك، لامك، فرحهم بالعيد بهالكفاله التيتيم. 300 ريال ما هي شيء، أما لو شيء تساعد يمكن أقول إنه تسكت. أي واحد قادر على 300 ريال، ما هي من قصتك ولا هي مزودتك شيء، فأبذ لا تلقاه إن شاء الله قدام. هذا اللي يقول الله يسعدك. الأيام هذه أيام عيد، زي ما قلت ما شاء الله العيد قرب والهدايا بتشتغل، فجميل جدا تجعل هدية تمتد للآخرة. نعم أبشر، جميل جدا أن نجعل هدية تمتد للآخرة. كبك بيروح، ثوب بتفصل وبتقطع، كيك تنيا كبرى بيبلعونها وراحت انتهت. جميل جدا لما يكون العيدية هي هذا السهم، سهم تقدمه لوالديك، لزوجتك،
لزوجك، لأبنائك، لأختك، لعمك، لخالك. ها هدية العائلة نسميها. يلا نطلقنا هاشتاق جديد، هدية العائلة. هدية ايش؟ هذا وقف جديد نزلوا الآن يا حبايبنا في الإعداد. ايش؟ مين هي هنا؟ هدية العائلة. إيه هدية العائلة. هذا الآن وقف هدية العائلة، وقف سهم في وقف الأيتام، وقف اليتيم. نتبنى هذا الآن. ها؟ وجميل جدا تحطون عندكم يا الآن اللي يسمعنا، خل عندك الآن ايش سوي جروب، اسمحوا لي بس أوصل الفكرة. أخذ واحد جروب دكتور. أحسن هاشتاج عيدية اليتيم، أشوف أنها عيدية اليتيم في وقف العائلة. فهمتني؟ أنا أقول ايش؟ عيدية العائلة. هدية العائلة ايش هي؟ عيدية اليتيم. هذا اقصد انا ايش لمن؟ للمتابعين. سووا عندكم جروب، سووا جروبك انت هدية العائلة واشتغلوا فيه. انتوا يا الاخوات كيف تطلعون كم سهم؟ سهم للام، لابوك، لعمامك، لامك، لجدتك. حاول تجتهدون، خل عيديتهم منك الليلة او في هذا العيد ايش هذا السهم؟ سهم في وقف اليتيم. وزي ما قالوا الشباب عندنا احنا الهاشتاج الاول هدية ايش؟ اليتيم. عيدية اليتيم. عيدية اليتيم. أنا مسوي. إذن وقف العائلة أو عيدية العائلة وعيدية اليتيم. تفضل حبيبي ثم برجع لك. برجع لك. أنا أقول يا شيخ الحين فرحة العيد كل الناس قاعد تقضى وتجهز، واللي قاعد يضحي، فما بالك باليتيم اللي ممكن ما عنده القدرة وقاعد يشوف هالناس تتجهز. لذلك تتبرع 300 ريال قد هال 300 تفرح اليتيم، تجهز للعيد، تفرحه على قولتهم. جبت لمسة لذلك جميلة. لذلك أنا أحثهم على التبرع، لأن فرحة اليتيم بهالعيد تسوى الدنيا وما فيها. أنت جبت لمسة جميلة، لمسة جميلة. اللمسة إيش هي؟ اللمسة أنه هالأيتام الآن في هذه الأيام صح ينظرون من يفرحون، يشوف هذا ماخذ عياله ويروح يقضي لهم. يوه آه كسرت قلب يا شينا. إي والله تؤلم. يناظر اللي ماخذ عياله السوق وكذا، من يأخذه؟ أقل حاجة يجد في هذه الجمعيات المباركة والأوقاف من يحاول سد هذا الثغر. صح صح. إنهم يدخلون السرور على قلبي. أبوك مات حنا موجودين، فقدت الأب بإذن الله. هالجمعيات يكفلونك، يقومون، ما يقدروا يسدون مكان الأب، لكن يحاولون إنه أقل شيء يمسحون هذه الدمعة، يكسون هذا الجسم، يطعمون هذا القلب، فالفؤاد، الجسد، ثم أيضا يرعونك حتى تكون عضوا نافعا. جميله جدا فعلا. لبس اليتيم ايش فيه؟ لبس يقلدني يا شيخ، قلدني واضحه. تفضل عشان خلصنا انتهينا. عبد الله ولا اي شخص ابوه عبد الحياه ولا امه. لا جاء العيد، جتنا هديه من باب محبه، يا شماغ يا كبك يا قلم، ننبسط، فما بالك اليتيم. فودي بهاشتاج عيدنا مع اليتيم. جميل، هذا افكار عيدنا مع اليتيم. يا الله جميل. لا تتجاوز على سبيل الوقف يا عبد الله. عيدنا مع اليتيم. انا ما ارضى صراحه. هديه اليتيم، هديه العائله، يا شيخ كل افكار جميله. يا شيخ انا الرجال هذا تكلم وانا سفير وقف، فانا اسمح له بتكلم، لكن الهاشتاج عيديه اليتيم. وثمان مرات حتى اسمحوني بكل كلمه اقولها. ابحت انا اقول هذه الافكار وهذه كلها تدخل ضمن هاشتاج السكريبت، فهمتوني؟ لكن هي حين افكار نهديها لهذا الجمهور الرائع. نهديها، انا نهديها لهذا الجمهور الرائع. بامكانك انت تخليها عيديه العائله، انت اللي تسمعني عم تسوي جروب او بتسوي هدايا، فكره العائله هدايا، خلها باسم ايش؟ عيديه العائله او عيديه اليتيم، ها؟ او عيديه الام. هذا لكم انتم في جروباتكم، في هداياكم، في المقترحات لكم. حنا لا، هاشتاقاتنا واضحة، عيدية اليتيم وسكريبت. كلام جميل. أنا أقصد أن هذه أفكار نقدمها لكم أنتم. خلي عيدك غير. شوف شوف شو. والله جميلة هذه الفكرة. إيش رأيك؟ خل عيدك غير. ها؟ خل عيدك غير. خل عيدك للآخرة. جميل أنك تفرحني في الدنيا، افرحني في الآخرة. اجمع لي بين فرحتين. اجمع لي بين فرحتين، تفرحني في الدنيا بهدية، وهذه الهدية سبب فرحتي اني اكون باذن الله مع الرسول عليه السلام في الجنه بوقف اليتيم، كفاله اليتيم. تويتر مو لنا كل هاشتاقات، حتى 100000 هاشتاق. الله يقويكم. اهم شيء باب خير. انا طولت، الوقت انتهى، لازم امشي، اخذت دقيقتين زياده انا، لكن وصلت الرساله. هذه الايام اشتغل، اجتهد انك تدل على خير. ما قدرت بمالك،
اطرح الأفكار، كلنا يد واحدة، يكون لنا بصمة بمالنا بكلمتنا بدلالتنا، حتى اللمبات دي كلها بإذن الله رب العالمين بإذن الله. والوقت